أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة. العالم كله يتحد الآن حول هدف واحد ويلتقي في مراكش للتصدي للتغيرات المناخية وإنقاذ الكوكب الذي نعيش فيه من مخاطر كارثية. فمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطار لشأن تغيير المناخ والمعروفة باسم كوب يعقد بعد أيام قليلة ما بين 7 و18 من نوفمبر أشغال دورته 22 في مدينة مراكش المغربية. وقد دخلت الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية التي تم توقيعها إثر انعقاد قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في العام 1992 دخلت حيز التنفيذ سنتان بعد ذلك لينعقد أول مؤتمر للمناخ كوب 1 في برلين عام 1995. ما بين كوب 1 وكوب 22 تاريخ نضال طويل لمواجهة تحديات المناخ، ويكتسي مؤتمر مراكش أهمية خاصة لأنه سيكون قمة العمل لتفعيل اتفاق الكوب 21 في باريس. هذا الاتفاق التاريخي الذي ينص بالخصوص على تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وأبقاء هذا الارتفاع دون درجتين مئويتين، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند درجة ونصف مئوية، ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وإذن فإن سؤال هذه الحلقة يرتبط بالاتفاقية الإطار حول تغيرات المناخ. ما الذي ستقدمه محطة مراكش في هذا المسار الطويل للعالم من أجل حماية النظام المناخي، وما هي التحديات والرهانات الكبرى؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف السيد عبد العظيم الحافي المندوب العام لمؤتمر كوب 22 المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمغرب. مرحبا سيد عبد العظيم الحافي. أهلا وسهلا. والدكتور خالد ريفي التمسماني الأستاذ الجامعي الخبير الدولي في مجال التغيرات المناخية والعضو في فريق المغرب لكوب 22 ورئيس اللجنة العلمية لمات كوب. مرحبا دكتور خالد ريفي التمسماني. أهلا وسهلا. والأستاذ عبد الرحيم كسيري عضو سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية. مرحبا أستاذ كسيري. شكرا. في البداية السيد عبد العظيم الحافي، أنتم المندوب العام لقمة المناخ كوب 22، نحن الآن على بعد أيام قليلة من انتقال الأشغال، كيف تنظر السعدادات والتحضيرات لهذه التظاهرة العالمية الكبرى؟ هذه التظاهرة عندها ثلاثة ديال المعطيات أساسية. بطبيعة الحال فالمغرب بصفته كمنظم لهذه التظاهرة، حكم أن المغرب سيستضيف هذه التظاهرة، فله بطبيعة الحال عقدة مع الأمم المتحدة لتحضير كل الآليات وكل الظروف. يعني الأمم المتحدة التي تشرف على هذا المؤتمر. هذا مؤتمر ديال الأمم المتحدة، والمغرب يستضيفه في إطار عقدة ما بين المغرب والأمم المتحدة، وفيه مواصفات بطبيعة الحال لتحضير كل الظروف لتسهيل هذه المفاوضات. وفي هذا الشق فالأمور كتمشي يعني في طبقا للجدولة الزمنية التي أعدت لذلك، وإن شاء الله مع بداية الأسبوع المقبل ستكون كل هذه المواصفات يعني حاضرة وجاهزة لاستضافة هذا المؤتمر. الشق الثاني فهو شق رئاسة المغرب لكوب 22، وهذا كيتطلب بطبيعة الحال واحد الدور مهم جدا بالنسبة لتسهيل كل هذه المفاوضات لإخراج ما تم الاتفاق عليه في باريس كقرارات يعني مهمة، لأن تحول يعني جذري ومنعطف تاريخي ونجاح دبلوماسي مهم جدا، ولكن كيتطلب بالأساس أن يتم التفعيل ديالو، لأن ربما نحن يعني آخر جيل له القدرة لعكس هذا المنحنى التراجعي بالنسبة للتغيرات المناخية. إذن فالدور ديال المغرب في هذا الأساس وهو تحضير كل الظروف لتسهيل هذه المفاوضات،
وكذلك للعمل على خارطة الطريق التي أعدتها الرئاسة المغربية واللي كتنطوي تقريبا على 4 ديال المحاور الأساسية. التمويل لأنه هو الأساس بالنسبة لتفعيل هذه الإجراءات. الشق الثاني وهو التكيف، لأن كنعرفوا على أن دول الجنوب خاصة دول إفريقيا ودول الجزر الصغرى فهي مهددة بالدرجة الأولى للأسباب السلبية للتغيرات المناخية، وفي هذا الأساس فالتكيف محور أساسي بالنسبة لهذه الدول. الشق الثالث وهو نقل التكنولوجيا، لأن لا يمكن أن يتم تفعيل هذه الإجراءات إلا إذا كان هناك واحد تضامن شمال جنوب لنقل التكنولوجيا للذين يكتسبون هذه التكنولوجيا إلى الدول التي تفتقر إليها. والشق الرابع المهم والأساسي وهو تكوين الكفاءات البشرية والمؤسساتية حتى تلعب دورها مهم جدا بالنسبة لبلورة كل ما تم الاتفاق عليه في إطار برامج وطنية محكمة قابلة أولا للتفعيل ولكن قابلة كذلك للتمويل. كم ينتظر عدد الدول التي ستشارك وعدد المشاركين تقريبا؟ الدول التي وقعت على الاتفاقية في 198 دولة زائد الاتحاد الأوروبي. نعم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي 198 يعني مجمل، لأن الاتفاق الأوروبي الاتحاد الأوروبي كي يصادق عليه يعني كل الدول فرادة ثم الاتحاد ولكن الدول جماعة كذلك. إذن فمن المنتظر أن يكون هناك إقبال كبير بالنسبة لهذا المؤتمر، يعني كل المؤشرات كتبين على أنك يكون في مستوى يعني المشاركة كبير جدا. والشق الرابع يعني في خارطة الطريق ديال الرئاسة المغربية وهو الشق المتعلق بكل ما يتعلق بتدبير المخاطر بصفة عامة، لأن كيفما كانت القرارات وكيفما كانت الإجراءات فالتغيرات المناخية ستستمر ولا يمكن أن نعكس هذا الاتجاه إلا في نصف الثاني من هذا القرن، وعليه فوجب تدبير كل هذه المخاطر في إطار مشاريع وطنية. دكتور خالد التمسماني، مؤتمر كوب 22 في مراكش يشكل إذا نقطة تحول في معالجة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية ومرحلة حاسمة للاتفاق على الآليات التنفيذية والتنظيمية لاتفاق باريس. سنعود إلى هذا الجانب، لكن في البداية لنتعرف على أهم ما جاء في اتفاق باريس الذي يعتبر خطوة تاريخية في هذا المسار الطويل. شكرا سي الغربي، حقيقة هي خطوة تاريخية، لأن قبل ما نتكلموا على اتفاق باريس خصنا نعرفوا بأن في إطار ما يسمى بالاتفاقية الإطار الأممية للتغيرات المناخية قطعت واحد مجموعة ديال المراحل وكان خاصة واحد مجموعة ديال الآليات من أجل بلوغ الأهداف اللي هي أساسية هو الحد من انبعاثات الغازات الدافئة. ف بسرعه نتكلموا على البروتوكول ديال كيوتو اللي هو الحمد لله في بلادنا في الكوب 7 في 2001 كان تم البدء في الاجراء ديالو على اساس انه دخل الحيز التنفيذ حتى 2005. اذا من 2001 حتى 2005 عاد دخل الحيز التنفيذ، خدات 4 سنوات. هذا البروتوكول كيوتو كان كيهم فقط الدول المصنعه. الفرق مع اتفاق باريس اليوم هو ان اليوم هذا الاتفاق يشمل جميع الدول بحال اللي قال السي العالم اجمع 198 يعني دوله لاول مره، يعني ماشي دول الشمال ولا الجنوب، الكل اتفق على هذا الاتفاق باريس. اذا هذا من جهه، لكن الجديد وهذا هو اللي بالنسبه لنا حنا في الكوب 22 وخصنا نسطروا عليها، ان هنا خصنا نحتفلوا ويكون يوم احتفال بان في المغرب في مراكش غادي نعلنوا على دخول حيز التنفيذ ديال اتفاق باريس. هي غادي يدخل يوم 4 نوفمبر، اذا يوم 7 غادي في اول اجتماع لاول مؤتمر الاطراف اللي هما اطراف في اتفاق باريس اللي هما لحد الساعه وصلوا ل 86 دوله اللي هي يعني صادقت على هذه الاتفاقيه، فغادي نحتفلوا بهذا الدخول ديال حيز التنفيذ من جهه، لكن من جهه اخرى لكن المفروض الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ سنه 2020. لا دابا 4 نوفمبر غادي يدخل حيز التنفيذ، لكن كاينه واحد الفتره ما قبل 2020 في واحد المجموعه ديال الامورات واحد المجموعه ديال الاليات اللي خصنا نوضعوا لها الاسس في مراكش باش تبدا تشتغل في 2020
يعني دابا الا خدينا الاتفاق لي زانديسي، الا خدينا مثلا داكشي اللي كيقدموه الدول لي زانديسي المترددين المحدده وطنيا، هذاك المساهمات المحدده وطنيا. دابا اللي قدم المغرب في نيويورك لما مشى باش يدير باش يوقع وباش يصادق، غادي يدخلوا في حيز التنفيذ في 2020، لكن هذا ما كيامنش ان المغرب بدا بالاجراء ديال هذه المسائل هذه كلها وبعد مجموعه ديال الدول. هذه من جهه، لكن الاتفاق علاش مهم؟ لانه باش يمكننا نبداو في الاجراء الفعليه خصنا واحد المجموعه ديال الاليات اللي هي داخله في البنود 29 ديال الاتفاق، خصها تبدا في مراكش. ولكن اللي ما خصناش اللي خصنا نفهموا ان ماشي كلشي غادي يتحل في مراكش، ماشي كلشي غادي يتحل في لاكوب 22. شنو حنا الهدف ديالنا؟ ان الا كان الهدف ديالنا هو الحد من من الانبعاثات ديال الغازات الدافئه من جهه، على حسب واحد البرمجه اللي كل دوله حطاتها في الامم المتحده، ونديروا ما هو يسمى بالتاقلم مع التغيرات المناخيه، خاص واحد مجموعه الاليات اللي هي مهمه خصنا نوضعوا لها الاسس الان في مراكش، اللي هي اولا التمويلات اللي يمكن نتكلموا عليها من بعد، ثانيا تقويه القدرات، بدونها ما غاديش يمكن للدول الفقيره ولا الدول في طريق النمو انها تنفذ داكشي اللي قدمته في لي زانديسي ديالها في داك المساهمات المحدده وطنيا، وثالثا نقل التكنولوجيا اللي هو مهم. اذا نقدروا نقولوا بانها ثلاثه ديال الاليات، نقل التكنولوجيا، رفع القدرات الماليه، هناك تم اقرار مرونه تاخذ بعين الاعتبار القدرات المختلفه لكل طبيعه بلد. الحال بطبيعه الحال كاينه هناك واحد المجموعه ديال البنود كتقول بان هناك مسؤوليه مشتركه ولكن متباينه، وحتى فيما يتعلق بالمساهمات المحدده وطنيا كل دوله غادي تمشي على حسب القدرات ديالها وعلى حسب الامكانيات ديالها وعلى حسب التمويلات اللي غادي تعطى لها. وهذا الشيء يمكن القضيه ديال التمويلات مهمه في اتفاق باريس، لان دابا الان جوج ديال الدول اللي كانوا تكلفوا باش يوجدوا لنا خريطه الطريق ديال 100 مليار ديال الدولار ابتداء من 2020 اللي هي انجلترا واستراليا، راه جهزوا هذه الخريطه الطريق اللي غادي تقدم في مراكش ان شاء الله. هذه من جهه، لكن هذا ما كيعنيش بان ما كاينش تمويلات. دابا كاين الان تمويلات، كاينه تقريبا في 2015 كانت واحد 60 حتى 70 مليار ديال الدولار، ولكن ماشي تمويلات كلها عموميه، كاينه حتى من الخواص. غير اللي هو خصنا نقولوا ان حاليا اللي هو خصنا حنا نخمو فيه نفكروا فيه كبلد منظم، اننا حنا كننتميو لواحد المجموعه الافريقيه وكذلك المجموعه ديال 77 زائد الصين. اذا المغرب يمارس الرئاسه ديال الكوب 22 كيف ما كنقولوا دائما، هي 7 نوفمبر في 10 ديال الصباح المغرب غادي يولي رئيس ديال لاكوب 22، ولكن كنمارسوها، ولكن خصنا نمارسوا الحياد من جهه، يعني كرئاسه خصنا نمارسوا الحياد ونمارسوا دبلوماسيه استثنائيه، لكن من جهه اخرى كاينه مصالح ديال المغرب، وبالتالي كاينه النيغوسياتور الناس اللي غادي يكونوا في المشاورات وفي المداولات المغاربه اللي هما خاصهم يدافعوا على سياسه المغرب وبرامج المغرب. سنعود الى هذا الجانب خلال النقاش. استاذ كسيري، اذا نعود اهم ما جاء في اتفاق باريس التاريخي. هو في الحقيقه اتفاق باريس هو اولا اعتراف، وفي حد ذاته اعتراف دولي، بان هناك مشكل حقيقي كيهم الكرة الأرضية اللي هي الوحيدة اللي تبت بأن فيها الحياة لحد الآن. وبالتالي هذا الكوكب ما كنعرفوا القيمة ديالو إلا ملي كنقاروه بكواكب أخرى ولا نبحثوا على الحياة في مناطق أخرى. هاد 15 درجة اللي هي المعدل، إلا ارتفعت بجوج درجات ولينا في 17 كتولي كارثة كبرى حسب الجيك الجروب، مجموعة ديال الخبراء المناخ الحكوميين في المناخ. هاد المجموع هاد الدراسات بينت بان كاين هناك اشكاليات حقيقيه، وكاين تقرير ربما اخر تقرير صدر ديال الصندوق العالمي للطبيعه اللي كيقول بان في 2020 ثلثين ديال الفقريات قد تختفي، وما بين 70 وما بين 2012 اختفت 58% وممكن توصل في 2020 ل 67%. هذه ارقام مقلقه جدا، وارقام كتضاف الأرقام أخرى سواء على المناطق الرطبة أو على الأوسط البحرية أو على التصحر. يعني هو هذا الإشكالات المناخ نراها أن جفاف، فيضانات، ذوبان جليد، وانقراض أجناس. نعم، وملي كنشوفوا الاختلال اللي عندنا حتى في الفصول، كيفاش ما بقاش عندنا فصل الشتاء منظم مع الصيف، وهذا ما نلاحظه الآن. ما نلاحظه الآن، نعيشه الآن. دونك اتفاق باريس اللي
تعمل ودخل حيز التنفيذ في اقل من سنه، بينما بروتوكول كيوتو طلب 7 سنوات. هذا كيدل بان العالم رغم ان الخطابات السياسيه ديال بعض الدول، فالعالم يعترف بان هناك مشكل حقيقي، وهذا في حد ذاته مكسب. الشيء الثاني الان ما هو الاتفاق؟ اولا بان ديك 2 درجات ما خصناش نوصلوا لها، وبالتالي كاين اتفاق مبدئي تفعيل غنتكلموا عليه. يقول لك مضاعفة الجهود من اجل الوصول الى درجة ونص مع مئوية. التوجه نحو 1.5 درجة التي يطالب بها عدد من الدول والجزر وكذلك المجتمع المدني الدولي. الشيء الثاني اللي هو كذلك مهم هو ان لاول مرة نتوجه نحو عالم بدون كربون، وبالتالي في اتفاق باريس ينص على لا نوتراليتي الحياد، وبالتالي هذا الشيء لم نكن نتصوره 10 سنوات قبل. زعما اكثر المتفائلين ما كانوش كيتصوروا، ولكن الكوارث اللي كتوقع لا في الدول الغربيه ولا في الدول الاكثر هشاشه والاكثر تاثرا خلات بان الاتفاق يظهر. الان المجتمع المدني الدولي كله مع المجتمع العلمي مع المجتمع الاعلامي ضغطوا بواحد النسبه معينه، وعدد من الحكومات ديال الجنوب مشوا في هذا الاتجاه. الاتجاه ما هو؟ هو ان خصنا نتوجهوا للطاقات المتجدده. نحن كمجتمع مدني نطالب ب 100% من الطاقات المتجدده، كيف طالبنا ب 1.5 واللي طالبنا بها البعض كان كيعتبرها سميتو، ولكن داز اتفاق باريس. هاد لا نوتراليتي حتى هي كاين. علاش كنطالبوا بهاد المطالب؟ اولا وهذا هو اللي غندخلوا به كذلك كمجتمع دولي في الكوب 22، لان ثبت الان بان السرعه ديال التكنولوجيا هي اكبر مما نتصور. غير في نور واحد في فوزازات اللي اكبر محطه ديال الطاقه الشمسيه المغرب واللي هي كيتميز بها، كانت مده التخزين ديال هذا اللي هي الاشكال الكبير، هي مده التخزين ديال هذه الطاقه المتجدده كانت فقط 3 ساعات. بعد سنه وبدء وسنه ونيف اصبحت في نور 2 7 ساعات، اذن التخزين ارتفع. لاحظنا ان هناك طائرات استقبلناها في ورزازات نيت واستقبلنا دارت جولات حول العالم طائره شاريه امبي سولير الطاقه الشمسيه. هناك باخرات تمشات بالطاقه الشمسيه، وحنا كذلك كنشوفوا التكنولوجيا كيفاش حولت العالم بالانترنت، وحنا متاكدين بان هذاك التوجه صحيح، وخاصنا نشوف هذاك الاتجاه، وخاص ليزينرجي فوسيل الطاقات الاحفوريه يجب التخلي عنها بصفه نهائيه، وكذلك الحلول اشبال الحلول اما نسميها بلي فوس سوليسيون الحلول السيئه كذلك هي كذلك يجب التخلي عنها كالشيست كالطاقه النوويه. الشيست هو يعني النفط النفط الصخري والغاز الصخري. السيد عبد العظيم الحافي، ماذا نعني بتخفض درجات الحراره الى درجتين او درجه ونص؟ ماذا يعني هذا لو بسطنا هذا الهدف؟ أنا كنظن أولا غير رجوعا للسؤال، يعني أشنو أهم شيء جاء في اتفاقية باريس؟ أنا كنظن على أن الشيء المهم جدا وهو أولا في اتفاقية باريس هو اتفاق كوني، يعني بالتوافق الإجماعي الكوني، مش اتفاق العالم، الكون كله، لم يستثنى أي أحد. هذا اللي كيجعلنا اتفاقية باريس هو اتفاق كوني عادل ومتوازن ومتضامن. نعم متضامن. إذا الشق الثاني يعني الأهم وهو الربط ما بين التغيرات المناخية والتنمية، هذا مهم جدا. يعني أن الإشكالية ديال التغيرات المناخية لم تبقى في دائرة أهل الاختصاص حول التغيرات المناخية، لأن في خريف 2015، لا ننسى أنه في سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على استراتيجية أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. إذن هذا مهم الربط ما بين اتفاقية باريس في ديسمبر 2015 وأهداف التنمية المستدامة في 2030 اللي صدقت عليها في سبتمبر. الهدف الآخر اللي مهم جدا وهو لا ننسى أنه بعد مخاض عسير يعني من كوبنهاغ مرورا بكانكون في المكسيك، دوربان في جنوب افريقيا، الدوحه الى غير ذلك، كوب 21 الى كوب 22، هذا كيبين على ان كان هناك نقاش، لان تضارب كبير بين المصالح ما بين الشمال والجنوب منتجين طاقات تقليديه الى غير ذلك. ولاول مره هذه الاتفاقيه ديال باريس كتدمج التكيف. التكيف شنو هو؟ هو التضامن ما بين الشمال والجنوب، التضامن بين الدول المصنعة التي لوثت وجعلت الكوكب
يتضرر بهالدرجة. كبار الملوثين. نعم، والدول الجنوب، يعني التكيف فهو نوع من التضامن، يعني ما بقاش هذاك التدبير لإشكالية ديال المناخ في المواجهة ما بين الشمال والجنوب، لوت ولم يعود، والمسؤولية التاريخية. التكيف هو هذا، يعني فهو مدخل لكي يجعل أن هناك تضامن كوني. النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها، ف 2020 2018 2015 اللي يمكن لنا نعرفه، وهو انه الوقت اللي اجتمع المجتمع المدني الدولي كان الهدف الرئيسي وهو كيف يمكن لنا نمر من اتفاقيه كيوتو الى اتفاقيه شامله جامعه ولها اهداف كبيره جدا. هذاك الشيء اللي اتفقنا على انه في 2015 على اكبر تقدير تكون اتفاقيه، وهذه هي اتفاقيه باريس 2015، ولكن 2020 لم يكن من المنتظر أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية 8 أشهر بعد التوقيع عليها. هذا لم يحدث بتاتا في المعاهدات والاتفاقية الدولية بهذا الشكل هذا، يعني هذا واحد المكسب كبير جدا. ولكن الاتفاقية في 4 أكتوبر تم يعني المواصفات اللي كينص عليها اتفاقية باريس، وهي 55 ديال الدول اللي كتمثل 55% من الانبعاث العام ديال درجات الحراره. وصلنا الى هذا، وصلنا في 4 اكتوبر، اذا في 4 نوفمبر 4 نوفمبر المقبل، يوم الجمعه المقبل عشيه المؤتمر، يوم الجمعه ستدخل اتفاقيه باريس حيز التنفيذ، يعني لم يبقى 2020، لان 2020 لان ما كناش كنتصوروا على انه غادي يتم بهذه السرعه. اذا السي عبد العظيم 2020 وكنا تحدثنا في 18 قيام بجوله كان تخوفا من عدم تصديق الاغلبيه، لان المسار تاريخ 2020 انتهى الان. المسار ديال التصديق فهو مسار يعني كي يعني صعب وكيختلف من دوله لدوله، لان القوانين ليست هي متشابهه الى غير ذلك. فكان الافق ديال 2020 يعني كحد اقصى 2016 4 نوفمبر اتفاقيه باريس ستدخل حيز التنفيذ، وسيجتمع اول مجلس اللي كيدعى بالسيما 1 غادي يجتمع في مدينة مراكش، وهذا هو من المكاسب الرئيسية بالنسبة للكوب 22. اللي بغيت نشير ليه كذلك وهو أن غير باش ما يكونش هناك يعني بالنسبة لهذه التواريخ، 2016 غادي يدخل 4 نوفمبر، 2018 وهو موعد لتقييم كل هذه العروض اللي تقدمت بها الدول، واللي كتبين حاليا ان كل هذه العروض كتبين على اننا كنفوقوا 3 درجات، نحن بعيدين كل البعد من ثاني 2 درجات. يعني مازال كاين مجهودات كبيره اللي خص تبذلها الدول، ولكن اتفاقيه باريس غير قابله للنقاش وللتفاوض. نحن في مسلسل الاجرع. يعني كل ما سيتم وهو في 2018 اللي كيدعى بلا كلوز دي رونديفو، ثم غادي نشوف واش المجهودات كلها كتصادف هذا الهدف ديال 2 درجات، والا لا. كاين بعض الدول اللي بذلت مجهود باش تبين على ان كاين هناك اراده سياسيه قويه. المغرب مثلا رفع من العرض ديالو باش يبين على انه كبلد منظم كيعطي المثال بالنسبه للدول الاخرى باش تمشي في نفس الخط. اذا هذه غير بين قوسين باش نوضع الامور. 2 درجات فهي يعني مستوى عالي بالنسبة لبعض الدول كدول الجزر الصغرى، إن هي مهددة من الاختفاء، ومن الأحسن أننا نمشيو لدرجة 1.5، يعني درجة ونصف. كنظن على أن ما تم في شهر أكتوبر في مدينة كيغالي برواندا حول اتفاقية مونريال ربما لم يكن لها الصدى الذي أعطي لاتفاقية باريس، فهي بالحجم الثقيل، لأن صادق المجتمع الدولي على استبدال هذيك الغازات اللي لها واحد الوقع أكبر بكثير من ثاني أكسيد الكربون. شكرا جزيلا. إذن هذا اللي كيبين على أنه هذه الاتفاقية. سنعود بعده للمتابعة من حيث توقفنا سيد عبد العظيم الحافي. نعم، أهلا بكم في الجزء الثاني من سؤال الساعة، وسؤال هذه الحلقة يتعلق بالاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية. ما الذي ستقدمه محطة مراكش في هذا المسار الطويل للعالم من أجل حماية النظام المناخي،
وما هي التحديات والرهانات الكبرى والإحاطة بمختلف جوانبه. نستضيف السيد عبد العظيم الحافي المندوب العام لمؤتمر كوب 22، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والدكتور خالد الريفي التبسماني الأستاذ الجامعي الخبير الدولي في مجال التغيرات المناخية والعضو في فريق المغرب كوب 22 ورئيس اللجنة العلمية لمات كوب، والأستاذ عبد الرحيم كسيري عضو سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية. إذا نعود معك سيد عبد العظيم الحافي من حيث توقفنا عند قضية الدرجتين، حيث العلماء يرون أن احترام عتبة ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين يتطلب أن تنخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما بين 40 و70% سنة بين 2010 و2050 وبلوغ مستوى ارتفاع صفر سنة 2100. إروا كاين زوج ديال الإشكاليات، كنظن على أن المستوى ديال زوج درجات فهذا السيناريو من السيناريوهات اللي كانت وضعتها الجياك، وهو سيناريو يعني قابل للتفعيل، يعني انطلاقا من المجهودات كنظن على أن العروض ديال الدول يمكن لنا نمشيو لزوج درجات. كاين دراسة أخرى طلبت من هاد المجموعة ديال الجياك اللي وضعت قرير يعني 1.5 درجات، ولكن من وراء هذه ارتفاع درجات الحراره فيجب ان نعلم كذلك ان من وراء الحراره كاين اولا انخفاض في التساقطات المطريه، ثانيا الاحداث القصوى اللي غادي تظهر بكثير اكثر حده اطول مده في ما هو يعني في الدراسات الاستشرافيه، وكان كذلك اختلاف الفصول، وهذا اللي كيجعل على ان كل انماط التنميه يجب ان تندرج في هذا السياق، وخاصه بالنسبه للزمن الايكولوجي اللي هو اطول بكثير من الزمن الانتخابي والسياسي والزمن الاقتصادي. إذا بغينا أننا نوضع هاد الأنماط ديال التنمية، وخاصة لوضع التنمية في مستوى صفر كربون في النصف الثاني من هاد القرن، يجب أن كل الدول تنخرط حول هاد المسار، وخاصة بالنسبة للأربعة محاور اللي سبق الذكر ديالها: التمويل، التكيف، نقل التكنولوجيا، وكذلك الكفاءات، تكوين الكفاءات البشريه والمؤسسات. دكتور خالد تبسماني، ما هي الانتظارات الان من مؤتمر كوب 22 في مراكش؟ من كوب 22 في مراكش الانتظارات هو اننا نوضع جميع الاليات اللي جا بها اتفاق باريس على السكه والمسار الصحيح من اجل بلوغ الاهداف. بطبيعة الحال الهدف الأسمى من اتفاق باريس ومن اتفاقية الإطار بصفة عامة شنو هو؟ هو بلوغ تنمية للعالم بطريقة مستدامة، محاربة الفقر والهشاشة. هذا الشيء بطبيعة الحال تذكر به من خلال الأهداف ديال التنمية المستدامة اللي تكلم عليها السي الحافي من قبل، والهدف 13 ديال هاد الأهداف التنمية المستدامة كيتكلم على التغيرات المناخية. اللي بغيت نقول هو أن في 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 باريس في نوفمبر الماضي، في اواخر نوفمبر بدايه ديسمبر، المجموعه ديال الدول اللي هي 188 اللي قدمت اللي هي كانت في من قبل مسمى كتسمى المساهمات المرتقبه المحدده وطنيا ديزيان ديسي، لما تعملت واحد العمليه ديال الجرد وديال العمليه حسابيه كم سوف ما هو المسار شنو هي التراجيكتوار اللي غادي نمشيو فيها من خلال هذا الشيء اللي تقدم، غادي نوصلوا ل 3.5 درجات مئويه. ما هذا ماشي هو الهدف، لان المجموعه ديال الخبراء البين حكوميه في التقرير الخامس دقت ناقوس الخطر وقالت بان الا فتنا جوج ديال الدرجات المئويه راه حنا غادي نوصلوا لواحد الوضعيه ايكولوجيه ولا واحد منظومه ايكولوجيه دوليه غادي يكون فيها خلل فيما يتعلق بالفلاحه، المردوديه ديال الفلاحه، فيما يتعلق بالنسبه لارتفاع نسبه البحار مستوى البحار، فيما يتعلق بالتساقطات، ولا سيما في الظواهر الطبيعيه القصوى. ففي هذا التقرير الخامس الظواهر الطبيعيه القصوى اللي كانت كتحدث مره كل خمس سنوات
غادي تولي الان في هذا المسار ديال 3-3.5 درجه. ماذا نعني بها الدوائر الطبيعيه القصوى؟ الفيضانات، الاعاصير، الرياح القويه، ارتفاع مثل النينيو الى اخره، اللي هو هذا النينيو هو اللي حدث واحد لخبطه في المنظومه الايكولوجيه الدوليه. اذا في هذا الاتجاه هذا فحنا ما غاديش يمكننا اننا نقروا بهذا التنميه، وبالتالي المساهمات اللي قدمتها الدول تبين بان ماشي كافيه. هذا راه مهم نسطروا عليه. اذا شنو خاص؟ اولا رفع من السقف ديال الطموحات ديال الدول، هذا من جهه، وهذا هو ما يتم الاقرار به في 2018. هنا في 2018 غادي يكون ديالوغ دو فاسيليتاسيون، واحد واحد الحوار للتسهيل باش الدول ترفع من القدرات ديالها، لان 2018 ما كيبقى والو، 2020 باش تدخل حين التنفيذ هذاك المساهمات الوطنيه. هذا من جهه. لكن من جهه اخرى، وهذا هو مهم، وهذا غادي يكون لاول مره غادي يحدث في الكوب 22 في مراكش، وان مؤتمر باريس، اتفاق باريس اقر على انه غادي يكون تعيين جوج ديال البطلات، بطلات ديال المناخ. هاد البطلات ديال المناخ كاينه مدام توبيغا السفيره من فرنسا، توبيانا من فرنسا، وكاينه مدام حكيمه الحيطيس الوزيره ديال البيئه. هما جوج ديال البطلات اللي هما المهمه ديالهم شنو هي؟ هي تحريك المساهمات والمبادرات اللي جايه من المجتمع المدني، اللي جايه من القطاع الخاص، من الجامعه، من 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 الجهات والاقاليم والجامعات الترابيه الى اخره. علاش؟ لان هذه المساهمات الاضافيه الفرديه والجماعيه ديال لي كواليسيون ديال هذا اللي هما كينسموا المجموعات الغير حكوميه، غادي تقدر حتى هي تزيد في ذاك المجموع ديال المساهمات اللي هي حاليا كاينه، باش نقدروا نوصلوا لذاك جوج ديال الدرجات. هذه من جهه. لكن الان هذا الشيء ماشي كافي، ماشي كافي، لان الجياك المجموعه ديال الخبراء بين دوليه ديال المناخ تطلب منها الكتابه الدائمه ديال الاتفاقيه الاطار، طلبوا منها باش يخرجوا لنا تقرير في 2018 اللي غادي يديروا لنا فيها واحد السيناريو ديال 1.5 درجه مئويه، ماشي ديال جوج، بطلب من الدول الصغيره الجزريه، ولكن كذلك باش نشوفوا اشنا هي الاجراءات الجديده اللي خاصنا نقوموا بها زياده على اللي هي كاينه الان، باش اننا نحدوا من هاد الغازات. هذا راه شيء مهم جدا اننا خصنا نتكلموا عليه. استاذ كسيري، الاتفاقيه ستمكن من اتخاذ اجراءات اقوى على جميع المستويات، الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لحمايه العالم من تغير المناخ. لا، هو ما يجب توضيحه في حق المواطنين بان الاتفاق ديال باريس نص على هذا الاتفاق. طريقه الالزاميه السياسيه ولا القانونيه هذا كنظن تجاوزنا في النقاش ديالو، ولكن هناك اتفاق ديال جميع الدول على التمويل 100 مليار ديال الدولار. كان هناك نقاش شنو المطلوب دابا؟ ماشي 100 مليار نوقشت دابا في اتفاق باريس. هذه ال 100 مليار دولار الى اين ستوجه وكيف ستوجه؟ نحن اولا نطالب اولا كمجتمع مدني، وغادي يرفع الشعار اللي غادي يرفعه هو 100% شفافيه. لماذا؟ لان في بروتوكول كيوتو كانت التزامات لخفض 5 درجات، والدول التي لا قدرة على القياس وعلى التتبع، ومع ذلك لم يكن هناك احترام، وكانت هناك نوع من عدم الشفافية في المعطيات، لأن هي التزامات كل دولة على حدة، وهي طوعية في الأصل، وبالتالي على مستوى كل دولة، وبالتالي هنا الشفافية مطلوبة. ولهذا الدور ديال المجتمع المدني وديال المجتمع المحلي بصفة عامة في كل دولة حيوي وأساسي. علاش؟ لان ملي كنتكلموا على 100 مليار ديال الدولار، ملي كنشوفوا التفاصيل ديالها ما خصهاش تكون كلها قروض، ما خصهاش تكون كلها كانت عباره عن دي دون اعانات ولا ايد او ديفلوبمون، مساعده للتنميه والتحول مناخ. خص المساعده تبقى، وخص تكون اكبر نسبه تكون هي رد ديك لا ديت ايكولوجيك، هي رد الدين الايكولوجي، الدين الايكولوجي، ما تكونش هي فقط دي كريدي، لان تكون هي فقط سلف. وبالتالي والقطاع الخاص نعم يجب ان يتدخل، ولكن يجب وضوح الرؤيه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وليكومينوتي دو باز، المجتمعات المحليه، لان الاشكاليه اللي كتوقع في هذه التمويلات اولا خصها تكون الشفافيه فيها، ثانيا خصها تكون الوضوح، ثالثا اننا خصنا نعبئوها بالحجم اللي تكلمنا وما يوقعش تداخل، وملي نعبئوها وتوصل للدول اللي غتستافد منها هي الدول اللي هي متضرره اكثر. اذا هذا المبلغ المالي كيف سيستعمل عمليا؟ الاستعمال ديالو بحال المغرب مثلا التزم
في الالتزام الاول بانه غادي يحاول باش يلتزم ب 32% ديال التخفيض الغازات الدفيئه. دابا راه رفعها ل 42%. كالتزم هاد الارتفاع كانت واحد النسبه هي ان كونديسيوني لا شرطيه تقوم بها الدوله داخله في المخططات الاستراتيجيه ديالها، ولكن جزء اخر داخل مشروط بهذا الصندوق الاخضر وبهاد المساعدات اللي غتجي من الدول الاخرى. هذا الجزء اللي غادي يجي من الدول الاخرى طريقه الصرف ديالو خاصها تكون شفافه اكثر من هذا، ما خصهاش تكون كلها موجهه للدوله، خاص يكون جزء كينزل للمجتمعات المحليه لان هي الاكثر تضررا، لان تبت في عدد من الدول بان الدول حصلت على هذوك المساهمات ديال الدول الاخرى، ولكن طريقه التنزيل ديالها والحكامه ديال التنزيل ديالها لم تكن شفافه. وبالتالي حنا كمجتمع مدني كنطلبوا الشفافيه في كل دوله دوله، ماشي في الدوله ديالنا فقط ولكن في جميع الدول، لا الدوله اللي كتادي ولا الدوله اللي غتستافد. الشيء الثاني كذلك بالنسبه للادابتاسيون والتكيف والتخفيف، 50% 50% كان مطلب وفعلا تحقق، ولكن دابا التنزيل ديالو فيه مشكل. كان البول سوسيتي البول سيونتيفيك ديال المغرب القطب ديال في 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 اللجنه ديال القياده دار واحد اليوم حول لا ميتريك كيفاش نقيسوا، والمغرب قدم واحد لينيسياتيف تروازا واحد الثلاثيه ديال ادابتاسيون اغريكولتور افريك، دونك كيفاش غادي يتم باش تلاقى مع واحد لينيسياتيف افريكان. هاد المشاريع هذه خاصها تبين دوك الاليات يكون شفافه. كاين لينيرجي واحد لينيسياتيف افريكان مبادره افريقيه ديال الطاقه مسجد. هي كذلك دابا كاين مساهمات ولكن كيفاش التنزيل ديالها باش توصل وما يكونش هناك تبذير ديالها. هاد النوع من الشفافيه المطلوبه في تقويه القدرات، كيفاش غتتم هاد تقويه القدرات؟ نقل التكنولوجيا كيفاش غتتم؟ هذا هو النقاش اللي خصو يكون. هادشي على الشعار اللي كيحمل المجتمع المدني هو 100% ديال الشفافيه. إذا نفس السؤال السيد عبد العظيم، كيف سيتم التنزيل لهذه الموارد وكيف ستستعمل؟ والهدف النهائي انا كنظن على يعني الحجم ديال الاموال ديال 100 مليار سنويا ابتداء من 2020 يجب الاشاره اولا انه ليس بصندوق فيها اموال ستوزع حسب هذه اموال ستوظف بالنسبه للمشاريع اللي كتجتمع فيها المواصفات ديال التنميه المستدامه وديال الحد من انبعاث الغازات والتكييف. إذن هذا اللي كيجعل الموقع ديال تكوين القدرات والكفاءات هو المحرك الأساسي بالنسبة لتوظيف هذه. علاش؟ لأن يمكن يوقع لنا كما وقع بالنسبة لكيوتو أن كل الأموال كاينة موجودة ولكن ليست هناك مشاريع قابلة للتمويل لأن ليست فيها المواصفات. إذن فالقدرات ديال دول الجنوب، الكفاءات البشرية والمؤسساتية هي أصل الموضوع، هي اللي غادي توضح هذه المشاريع وهي اللي غادي تستقطب هذه الأموال. ولكن التخوف الرئيسي وهو أن يمكن أننا نحسمه في الموضوع ونقولوا على أنها تمشي 50% للتكييف و 50% للحد من انبعاثات، هذا ربما تصور. ولكن ما سيحدث؟ ما سيحدث وأن هذه الأموال غادي تمشي ربما للمشاريع وخاصة بالنسبة للأموال الخاصة، المشاريع اللي فيها مردودية مالية. من المرتقب أننا غادي نكونوا أكثر من 100 مليار دولار سنويا، فقط يجب أن يكون الإطار ديال الاستثمار بانخراط القطاع العمومي بوضع الآليات التشريعات إلى غير ذلك اللي كتضمن على أن المسار هو مسار قار وأن لا يتم هناك تغيير بالنسبة لعدة آليات اللي كتجعل أن الاستثمار كيكون في كيف هذه الآليات سيد عبد الله؟ هذه الآليات مثلا بالنسبة حدث في السنوات الماضية أنه يكون هناك استثمار مثلا في الطاقة النظيفة ويتم تغيير القوانين بالنسبة للرسوم بالنسبة للضرائب بالنسبة يعني كتغير القواعد ديال العمل وكتجعل هذه الاستثمارات في مأزق أو في خطر. إذا القطاع الخاص بالنسبة لهذه المشاريع هذا كيطلب فقط أن يكون هناك واحد الإطار ثابت وأن تعطي الدول
والسلطات العموميه الاشاره على انها تضمن على ان المسار ديال هذه الانماط الجديده للتنميه فهي قاره وليست قابله للتغيير كل سنه او كل سنتين. هذا اللي كيجعل على ان بالنسبه للتكيف حسب نظري انه يجب ان يكون هناك نظره اللي كتكون فيها يعني توفيق ما بين الاموال الخاصه، الاموال العموميه، وكذلك الاموال اللي كتجي كهبات هي اللي غادي تضمن على ان بعض المشاريع وخاصه مثلا الهدف 15 بالنسبه للحفاظ على التربه والحد من التصحر في اهداف التنميه المستدامه. اذا جينا نعتبره فقط انه الاموال الخاصه التي ستوظف لهذا فهذا ربما لن يعطي اي جوده، لان ما فيهاش شي مردوديه ماليه او بالمقارنه مع مشاريع اخرى ستكون قليله جدا. اذا هذا اللي كيجعل على ان ربما بعض الاشارات مثلا البنك الدولي الوقت اللي كيقول على انه بالنسبه للقروض التي ستعطى للدول في اطار التمويلات العامه انه سيفرض على انه 30% يجب ان تذهب الى التكييف. يعني هذا مثلا هذا يعني توجه اللي له يمكن ان يتحكم فيه. اذا هذا اللي كيجعل على النقاش وخارطه الطريق بالنسبه لهذه الاموال. ففي مدينه مراكش وفي كوب 22 يعني النقاش تطور بواحد الصفه كبيره جدا، وغادي يكون هناك عده اشارات مهمه جدا، ولكن الاعمال تحت الرئاسه المغربيه والتي ستستمر الى نهايه 2017 غادي يكون لها واحد الدور رئيسي ومحوري بالنسبه لاجراءات وبلورات هذه الاموال التي ستوظف خاصه لانماط التنميه اللي ابتداء من 2050 كيكون عندها يعني واحد نوتراليتي كربون، يعني انها تكون محايدة اننا الارض سيمكن ان تنتج فقط الغازات الدافئه التي يمكن ان تمتصها البحار والغابات الى غير ذلك. في ذات الاطار دكتور خالد، الاجراءات التنظيميه واليات التنفيذ التي ستناقش خلال مؤتمر مراكش ستجعل الان من اتفاقيه باريس حقيقه وواقعا قانونيا. نعم، باش اذا في هذا الاطار هذا وباش نكملوا على اللي بدينا به، ان القضيه ديال التمويل الاساسيه في هذا الشيء ديال القمه ديال مراكش غادي يكون في اظن في الاسبوع الثاني القمه الوزاريه رفيعه المستوى ديال الماليه ديال وزراء الماليه، وهذا الاجتماع رفيع المستوى كيكون كل سنتين، فالاخير كان في ليما في باريس ما كانش، دابا غيكون في مراكش. اش غيتناقش فيه؟ غيتناقش فيه واحد المجموعه ديال الامور كتتعلق بالتمويل ولا التمويلات الخاصه بهذا تفعيل اتفاق باريس. اللي بغيت نقول ان في كيوتو مثلا في كيوتو تخلق واحد الجهاز ولا واحد الصندوق اللي هو صندوق ديال التاقلم. هذاك الصندوق ديال التاقلم موضوع نقاش اليوم، ما هو المآل ديالو؟ واش غادي يبقى كصندوق ديال التاقلم ولا غادي تدمج في الصناديق الاخرى ولا سيما الصندوق الاخضر للمناخ؟ ولكن كاين هناك نقاش، وهذا في المفاوضات غادي تبان شنو المغرب بطبيعة الحال عنده موقف. اللي بغينا نقول هو ان الان البلدان اللي هي في طريق النمو واللي هي باغيه تنمي ولا تبلور مجموعه ديال البرامج في اطار التاقلم كتلقى سهوله انها تاخذ الاموال من الصندوق ديال التاقلم اللي هو ناتج على البروتوكول ديال كيوتو، لان الاليات سهله، الولوج لهذه التمويلات سهله. لكن لما كنمشيو للصندوق الاخضر للمناخ الميكانيزمات ديالو شويه صعيب، وبالتالي هذا مشكل بالنسبه للدول اللي هي ما عندهاش القدرات اللي قال السي الحافي. كاينه دول الان كتطلب من المغرب في اطار المركز الكفاءات للتغيرات المناخيه انه يوضع هذا المركز راهن اشاره واحد المجموعه ديال الدول الافريقيه باش انها تنمي قدراتها باش توجد وتهيئ مشاريع قابله للتمويل من ظرف الصندوق الاخضر. والصندوق الاخضر كيلزم الدول انها تكون عندها مؤسسات اللي هي معتمده باش انها تتلقى هذا التمويل. اذا هناك مشكل، فالنقاش غادي يكون هو كيفاش ندمجوا هذه الصناعق ولا كيفاش اننا نسهلوا ونبسطوا العمليه ديال الولوج الى التمويلات. هذا من جهه ذات الاطار. لا هو في الحقيقه باش تكونوا واضحين، الدول الافريقيه كنعرفوها، النظام ديال الحكمه ديالها معروف والقدرات ديالها محدوده، وخا تقويه القدرات ماشي سهله لان هناك نظام سياسي وكنا هناك عدم استقرار، وكاين اشكاليات كذلك ديال عدم الشفافيه في استعمال حتى الامكانيات الحاليه، فما بالك بالامكانيات المستقبليه. وبالتالي بدون شفافيه
ما يمكنش تكون استفادة حقيقية والمشاريع توجه توجه صحيح. الشيء الثاني اللي كان في البروتوكول ديال كيوتو تبين بأن الدول اللي هي كانت ملوثة ومتقدمة دارت واحد الجمل داخل في هذوك لي ميكانيزم ديفلوبمون بروب وداخل هذوك الآليات اللي فرغتها. بالتالي يلا دوزنا سنتين ديال فرحانين ومستبشرين ولقينا بأن هذوك داك سميتو البورصة ديال الكربون اللي دارت وهذا كانت فقعة فارغة. الإشكال اللي كنخافوا منه دابا هو أن الإعلانات راه مزيانة ولكن التخوف هو الشيء الثاني اللي مهم. ما كيهمناش حنا غير 100 مليار ديال الدولار، لأن 100 مليار ديال الدولار تعلن عليها باش تكون واضحة، تكون في هذا الصندوق ولا في هذا، ولكن المجتمع المدني الدولي والمجتمع العلمي وعدد من اللي كيطلبوا بالحكمة التشاركية والحكمة الشفافة كيطالبوا بأن خص جميع ليزانفيستيسمون، جميع الاستثمارات تولي كلها كتصب في نفس الاتجاه، لان حنا كنتكلموا على تغيير النموذج التنموي العالمي، ما يمكنش نستمروا في نفس الطريق. اولا خصنا نزولوا ذاك الدعم على ليزينيرجي فوسيل، الشيء الثاني ديال الطاقات الاحفوريه، الشيء الثاني هو اننا هذا شعار كذلك هو ان خص كل شيء يعبر على الالتزامات ديالو ماشي فقط الدول، لان الجماعات والمدن والجهات عندها واحد القدرات وامكانات ضخمه باش انها تنزل. والسنه الماضيه اكثر من 700 عمده ورئيس جهه التزموا 80% تقريبا ديال لي غاز اف افيت سير باش ينزلوا في 2050. واش العمداء ديالنا، واش المدن ديالنا، واش الجهات ديالنا عارفه بهذا الشيء؟ واش هي عندها خريطه الطريق؟ كان لقاء في السنه هذه بضعه اسابيع كليمات شونس في نونت اللي جابوا لي تريتوار كاينين دايرين خريطه الطريق واضحه في النقل، في الطاقه، في السكن، وهناك اشتغال حقيقي. احنا خصنا جميع الجهات والمجتمع المدني دار واحد البادره مهمه جدا، هي ان درنا واحد ما يسمى بالبريكوب، قررناهم كمجتمع مدني بيئي في اطار الائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنميه المستدامه ام سي دي دي، ولكن مع الائتلاف الموسع ديال العداله المناخيه استطعنا اننا نعبئوا جهات دارت في في في, في دارت في وجده، دارت في الرباط، دارت في الدار البيضاء، دارت في العيون، وكانت ناجحه جدا. وهي هذه مؤشرات اللي خصها تولي سنويه باش نشوف الاستمراريه، باش نولوا نعلنوا ولكن كذلك نشركوا، لان المجتمع المدني ماشي هو ذاك اللي كان من قبل. المجتمع المدني في اطر كبيره، اطر في المياه والغابات، اطر في العلمي، في لانستيتيو سيونتيفيك، اطر كذلك كفاءات كبيره، وكاين اطر اللي هي كفاءات ديال المواطنين كيجوا من الواقع المحلي، جايين من الواحات، جايين من مناطق صعبه، وهذوك اللي خصنا نتسنطوا لهم. ما نبقاوش فقط واحد الخطاب تكنوقراطي، واحد الخطاب سياسي اللي ما كيرتبطش بالواقع، لان الحلول جزء منها غادي يجي من تما. باش نعطي مثال بسيط اذا سمحت. شكرا جزيلا والله، شكرا جزيلا. انتهى مع الاسف انتهى وقت هذا البرنامج. شكرا على انتباهكم، شكرا للزميل الضيف الذي يساعدني في انجاز هذا البرنامج، شكرا للطاقم التقني المشرف على انجازه واخراجه. دمتم بخير والى اللقاء القادم بسؤال جديد.